FM. الكلمة ليك. شوف انت تذكرت ثلاثة مواضيع، خلينا ناخذهم بالموضوع ومن بعد نضيف عليهم حاجة أخرى. الوزراء. الموضوع الأولاني الوزراء. واحنا البارح توجهنا بسؤال للسيد يوسف شاهد، أنا شخصيا توجهت بسؤال، قلت نحبك تفسر لي علاش عملت تحوير وزاري. أنا نحب ماذا بيا نعرف السي الهادي مجلوب شنو نقايصه وشنو أخطاء وشنو مشاكله اللي تخليه يستوجب الأمر معناه تنحيته وتعيين سي لطفي إبراهيم. أنا ما عنديش صحبة خاصة مع سي الهادي مجلوب وما عنديش مشكل خاص مع سي لطفي إبراهيم، أنا نحب نفهم علاش هزيت هذا وجبت هذا. معناها مفروض أنه وقت جينا المجلس باش تطلب معناها أصواتنا تدخل لنا معناها علاش قمت بالتغيير هذا، نحيت هذا وحطيت هذا على خاطر هذا باش يحل مشكلة كان قايم بها السيد الآخر. وانسج على هذا المنوال سي فرحات العرشاني، سي معناها أنيس غديرة، الدكتورة معناها سميرة مرعي إلى آخره من الوزراء اللي تبدلوا. الكلمة ليك.